مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون اسبوعك من 15 ل 21 الشهر؟ يعني الاحداث عم بتكون حلوه، ولكن بطلب منك تستفيد من طاقه الشمس لانه رح تودعك وتغادرك ب20 الشهر. التنين في امور عقاريه بيتيه، ولكن ممكن يطرأ عليك شوية تأخير وإلغاء بموعد، وعليك تكون هادي. ما تنسى أنه بانتظارك مفاجآت عديدة مالية وعاطفية، خاصة ب 16 17 و 18. بتنشط بالعمل، بيتضوى على أعمالك، المكاسب المالية بتطالك، ومن ناحية تانية الأجواء العاطفية بتكون حامية لأنه الرومانسية بتكون طاغية، مصالحات بتطالك بأي اتجاه وبيتضوى على كل مواهبك. أما النهار السبت والجمعة والسبت عفواً، يمكن يكون في عندك مسألة عملية تشغلك، مسألة عملية ناطر بانتظار رد خبر، يمكن عمل جديد، البعض عنده انترفيو. هدول اليومين تنشغلوا بأمور العمل، ولكن بنصحك انه تنجز أعمالك وما تتهرب من مسؤولياتك. ولكن كمان في أمور صحية يمكن تشغلك، ما تجهد نفسك كتير، حاول هيك تتابع أمورك بروية وطلب المساعدات من البعض، ويمكن البعض يتغيب عن العمل، والبعض يمكن يكون في عنده يعني عمل جديد. ونهار الأحد كأنه بده يصير في لقاءات ومشاورات بين شركائك بالحياة، في نقاشات ودية بينك وبين الشريك العاطفي، في ظهور وين ما كان خاصة بعملك، وفي إبداع، يمكن في مشاورات بخصوص شريكك بالعمل ببعض الأمور المالية العالقة وبعض القضايا بدك تحط النقاط على الحروف عليها. ولكن من ناحية تانية بطلب منك بآخر الأسبوع يعني ما تجاهد وما تبالغ بحكمك على الآخرين، وكون هيك ودود وما بيلبق لك المواجهات، وصوتك يمكن يعلى ببعض المطارح، بديك تطول بالك لأن المواجهات بتطالك بهيدا النهار. وهيك بنكون نهينا أسبوعك لهيدا الشهر، الأسبوع الثالث، ودايما برجك مع رولا أحلى. أكيد بشوفك على خير.